مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم سوف أشرح لكم كيف تعرفون الأشخاص الذين قاموا بتفعيل جرس في قناتكم. تقومون بالضغط فوق القناة ثم الذهاب إلى استوديو منشئ المحتوى، من ثم نأتي إلى الإحصائيات هنا ونقوم بالانتقال إلى الإصدار الجديد، ثم نقوم بالضغط على الجمهور هنا وهنا. تجدون الإشعارات الخاصة بالمشتركين، هذا هو الجرس. المشتركون الذي فعلوا الخيار تلقائي وهنا، المشتركون الذي فعلوا لكل فيديوهاتك، كل إشعارات. هؤلاء فقط فعلوا الجرس، هؤلاء فعلوا الجرس ومع جميع مع كل إشعارات للقناة. كان هذا هو شرح اليوم، أتمنى أن يعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. دمتم في أمان الله. بإذن